عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. بخاري مسلم وحيك السور يا أبي مسلمة وسعيد بن يزيد قال إنه إلي سألت أنس بن مالك وحن ويدي أنس وإن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ نبي صلى الله عليه وسلم يوهان شري مذكت كذا لبدي سكبوت سداسان أنس ويدي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم وحيرها وكنت كنجري. بخاري يا مسلم أي حديث كالسوري أنس بن مالك وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح الشقيي سيدا مركا حديث قاركودا الشيقي سو خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أيولي طبعا صنو أي النبي الشقيي وخادموها رواية كان لوحل قصوري 9 سنة الشقيي علمات وحيا لبدو سديدي ميش وهي 9 سنة أي دور بلود أي النبي خادم وها سند اللباد هجري أي أنس هو يدي أكينتي أنس النبي صلى الله عليه وسلم أكينتي يضع أنس إنا يريهي مركا سيتي له كوشقي إلا النبي لقى أوف سنة ين خادم بوها أنت مركا لحسابي علماء وحي هذا وحي نغنيس 9 سنة إيو يبلاي نغنيس مركو يريد 8 سنة جبر الكسر وحلا إلى ذو السمي وأنت سنة كاكردنا يتبناد أيو بورة قريو إسكبوحي مركو 9 يرين طرح الكسر وحلا إلى ذو السمي إيو أنت بلاها أهيد بمعنى صندن تشبطي بمعنى قيب صنطي أيو طورة ساسين اللي بدي يشديدي أنا سمرك ويدي سعيد بن يزيد وحويري نبي صلى الله عليه وسلم يوهان شرى ميتكت كذا اللي بدي ساكبوت. قال نعم وحيرها وحلقا قادنا يا اللي بدي كبوت إن لقدت كذا إن مستحب تعلق قادنا يا ويا النبي صلى الله عليه وسلم واسمي اللي بدي سكبوت وكتو كنشرى صحابة يسنى صلى الله عليه وسلم سيدا سيقون السمين شرينو لبدو ذكبوت بيكتو كنشرين أتي حديث أي كسار ورطي مالين يساقو النبي صلى الله عليه وسلم صحابة تجين أيو كبه سكشان أي سلاة دحدي دي أي لبدي كبوت بحيو طورة مركزا صحابة انت كبه بحيين يقول سلاة دي كجري طورين سيدي بي سلاة دي كرد ما يستين حلقا قادنا يا فعل كستو النبي السمية صلى الله عليه وسلم مره دانو فعل كاسي نبيغا كوغار أهين وإنه أغين دليل غاريه ليو إساقا كو خصيصيه إنه سحابة الله إيمان شرين تمام الاقتداء إنه رسولك صلى الله عليه وسلم كود دايين شرين بالاقا قادنا مركي الصلاة دي أي كبحين أي النبي حكو يري حاكبيه نو بحسين مركي سيو حكو يري يا رسول الله وحنو عرقناي أديغا أو كبها دي بحيي مركي سانا نو نبحينا يسيداد بحسين وحو النبي صلى الله عليه وسلم أنيغا جبريل بائيمي الصلاة دقوده هذا يقيمي وحانو إيشاك إن كبها يقو وحكس غيهين بمعنى أذن وحببا يعني النجاسة إن كبها كس غيهين بو إيشاك سلاسان مركا أسي بيبول النبي صلى الله عليه وسلم إهدي متكين مركو مسجد كالسوق قال أيها أما الصلاة دتكنا أيها كبها هايقو ميا وحببي كس غيهين مساكو مسجنا هذا وحببا كو أركو عيد مركا هكدو وهكو عدادو عدة سمر كيسا وحان يعني كذا السورين يا كذا بينا يا والنجاسة كبها إن لما يدا واجب معها فضيد انت شرعي قال لي نوقف فضيدي يي عدو إنا الطاهرين يسوا أي النبي الشاق صلى الله عليه وسلم تاسنوا تخفيف شرعيو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ويكبه والله قصعنا يا إن النجاسة لكل من ويبضنان كرتاي ومرر بضن بين النجاسة لكل مكران هذه اللي يلاها مر والبه الله ما يرو حرج يما شقي يدباتا كإما ريسا إن يددكو كل دباتو دان بالغا يابا ولما وقت يدقار كودنا وحد عكر تبيه يراني إن يتشرانو يبيه بضن الله وحي السنين أيابا دعكر توبيه يرود بابا تشريكرا مركا ددكي سيأينا وقل دباتون aya waxa la yeynay najasada kabaha waxa ku suurin kartaan ciida ina ku cidaadaan oo marka ciida ku duugtaan illa waxa si kaba ayaan ka suurayaan oo raadkeeda iyo wixeeduba ay baaba ayaan ay ka tagayaan marka sida noqoto taahir bay noqotay marka dadna ku tukada sida saa nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay ahadiis badan oo mutaaddida oo kala duwan ayaa soo arortay oo sheegaysa النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كنت كان شرين كبها بل سنة قولية إنا التهاية سنة فعلية الله بضبا والنبي قوله صلى الله عليه وسلم حديثك أبي داود خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم
يهود الخلافة كما هو ذكمت كذا ريدكم كما كنت كذا مركب حلقة قاضنا يعني مستحب تهي أي حلقة قاضنا على ما ذوحي لادين أدي وحوي دبك للدعاء كيما نيسو أو موضع سنة غريب كنت هاي أدتك الجهل وكب بدني هاي روح تشوجو الله جاي أبغى فتنة إني السبب يسو أرنك النوع عسك عمل فلك إذا وحلا دبلي جيا إلا أنت يدتك السنة برنا يان أي مركب لا دبلي جيا أولا وين سنة للتعليم يا الله برا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل أنت ممن يعبدون الوثن ولا استحل رجال صالحون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا إدباق بيوح يلي يا رب جوهر علم لو أبوح به بضنا أبوه لمركع علمي أن هيئوا هدان علمي يا الشيق لها لا يقعرن لها من لدوات كبحة هذا هو علم الدين تيكمدا لكن جهل قدتك كجاهل كالنقضين القرن وآيين دراد دين أي أيضو ده الدين تي إسلام مركا وحوية وحطرة أي الله قيا بشي الدين تيكمدا إن القرن إن دين مركا لعلوبة المرء عدو لما جهل وحالله يقول لها أبوري أنت ممن يعبد الوثنة هذا علم الشيق لها ولا استحل رجال صالحون الدمي وحالله صلى الله عليه وسلم ولا استحل رجال مسلمون الدمي ضد مسلمين أما الصالحين اللي جاي قبل نيسن لها ويرون أقبح ما يأتونه حسنا وح حن أي السمين يانو دل كي جا أنا وأرك لها إن يوناكسي يوناك فليا مركا وحوي جهل وعذو لبض النواصب كره مركا ضدك إن سنة ضل براء علم قال براء شرع قال براء أياكه الرئيسة شيء غريب وفتنة كل نقنا إن لو شيء حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله وتسحب ذقارك ديلادين تدك واحد قرن يان أشياء موحدون إسان إلهي الرسول كسئين لبيني عبد الله المسعود نمحوير كاهر وحيد علي بن أبي طالب بيكاء الصحبة بخارين الصحيح سكسو أروري أثر كاس أثر كاعلي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي لفظ أتحبون أن يكذب الله ورسوله عبد الله المسعود نمحوير ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة مركا وحوي على كل حال طاس وحوي ومسألة مهمة وي وعكروها بون مساجد مركا لقوقلي آتك اللوغ الشقيي نمطك مركا لا استعمال يأوي هاي إنك به أن لسو قرين روحين إلى هذا السنة ما انطبق إياه يسو مركا وحوي وصفك لسو الدفي إلى هذا كله تنتو يسو قرقي سبك باك بحين إياه فراشيدي سأن كل طماينين يروج جيسة إنه مسجد كمركا روج جيال ويراه دوان يعني كل طمر يا يو كم ريا وكنت كان يا تنوع عصي واحد عكرتين يدب صابته مركا وحوي حال كنوع عصي وحين نقول إسا إن مواضيع داسو كلام مركا لتشوق إن مركا الله بحيه ويا كبار إن لقيت كذا واجب معها أو قاد كلام مركا ملها أن جوجلناين وروح تشوق أيو مركا وحوي كبيه كنت كان كرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما جوجلنين عيد بوها سبر نما هين من جوجلنين وحها عيد بوها ساسودت با كبه لو لسو قري شري لغونته كان شري اساس لسمجر كدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح مفاسد الا الدافعة وحيكه الرئيسة مصالح الا سوت شيدو عند التزاحم مركا اسعارضان